المسارح لاباز، يودي لهلوبة المسارح يا شيف. لاباز نتاع كل ممثل لازم يكون يعرف يرقص ويعدي ميساج بالرقصة نتاعه، وانا عديت لكم ميساج برقصة تبارك الله. ميساج السلام وتبارك الله، هو موتيتو الصحة كما في في عبده تبارك الله ما شاء الله، موتيتو يتهبل هبل 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 مش نورمال. ام هذا لا يمنع نعنوع عندك بلي نقطة، وانت زاد رافعة زاد كيف نقطة على شنو نقطة تفرق فيها هي نقطة ما تلعبش بالعشرة زاد تفرق فيها مش عمل سامحني حكي كيف وخراسة وشتحت سامحني كلمتي اللي ما تقلق يطلب ال 197 ليه باش نحيها النقطة نحي له نقطة باش نحيها النقطة شوف تنجم تعمل نفس التحدي انت وياه في الاغنيه هذيا شوف بقلاوه نعطيك الدوبل ما فيش تيحه ما نعم لا كيك فوالا خلي ما نمشي نروح للمنخدم اكزاكتومون صحيح خليك في البقلاوه شوف يلا نمشيو للاغنيه اللي بعدها الدبكه ما نلعبش بها وعندي شطحتها زاد هذا يلا ثلاثه نقاط قايد لي شفت بشارع باش نعملهم الكل ستوب الاجابه لي الاجابه غلطه شوف فرق نعنوع هل لديكم الاجابه هذيك الاغنيه غلطه غلطه لي حكتني ما حكيت لغتني ما لا لا ماهيش هذيك شفت بشارع محمد ماهيش هذيك يا جماعه قاعدين نحكيو مع بعضنا اسمع شوي في الموسيقى كاملة شاد لي شفت بشارع الحمراء كان منتيتو الأغنية كان منتيتو باش نعملوا لجنة لا للمغالطات لا للمغالطات لا للمغالطات يا نعملوا راهو في صالحك لا ولا لا الحق حق غنيها انا بدي قلت واحد واحد حكتني ما حكيت غنيلي غنيلي شفت بشارع على حمراء وجبل قوم قوم اعمل شوي دب استنى ساعة باش ياخذ النقطة نتاعو ويزم يغنيها غنيها والله تضحك انت هبزة نعمل لكم الكليب وقت تلفك الكار ويطلعوا له فكليب غنيلي يا رافع غنيلي شوي شوي لا ما حطولكش ولا انت واحد لا لا شفت بشارع معليش يوتيوب ميرسي ميرسي ديما لا غالب راهو فيك انت تتحرك مش فاهمين راهو قاعد يشطح على اللي بتاثر البانوره مش فاهمين الحكايه شنو حفظتها نعنوعه لا لا الجمله الاغنيه تكون على الحمراء لا خضراء لا والله يا رسول الله رافع راهو متفوق عليكم في لعبه اليوم انا القديم القديم رباب خنشوف فماش حاجه قديم باش نستمتعوا بنعنوعه اليوم اعطيني اللي بعده سيد مخرج بابا هنا ايه مستحيل لي غلطه يعني بدي ما عرفتش مشيت شيء الاغنيه خلي مشينا شويه مشينا دمية ولا كل الدنيا دي ولا مليون حبيبي قلبي هو واللي ساكن قلبي جوه ولا غير الوحده شوفوا وجهه بترفع ولا واحد ولا مية ذيك تي ما واحد يزيد قبل ما يجي كملي كوتش كملي امشي ولا واحد ولا مية ولا ألف وتلتمية ولا كل الدنيا دي ولا مليون ده حبيبي لقلبي هو واللي ساكن قلبي جوه ولا غير الواد ده هو ولا مليون سيبوا قلبي معاه شكون اللي غنى
رؤي دم في هواه عيني ده انا عيني رايداه يا من حلاوته يا سيبونا بقى نفرح ونعيش كفايه شقه ده انا غيره ماليش سيبونا بقى نفرح ونعيش كفايه شقه ده انا غيره ماليش ده انا قلبي في امر ايه به مجنون لا كوتش ملا كوتش ما حبتهم الكل ما حبتهم الكل سبيسيال كيتش كل حبتهم على الاخر كيفاش شايف مش نقرا مش نسمعتك اه سامحني تعلمك حاجات مش نورمال تربي والاخريك والاحيره في الفن والله تو ساعات خاطك تسمع الكوتش سيده غني لي انت يا سيده تفضل تغني تسمع تقول لك هذا ما يجيش وهذا يمشي وهذا كذا ونورمال ما وبعد ولا واحد وانا بعد ولا درامية ما تركبش سمحوني علي سبيتوا الاحراف الفني وهي تغني بصوت رخيم فضها برا فضها نعنوع مش نحكي على الصوت على شنو تحكي نحكي على الطريق اللي مشين فيه مش قاعد يا نقريو يا نوريو قاعد تغرق عاد بالعكس عاد الفن بقت لهنات انت هذوما كتبوا انت وحكيم الغنية لا وحلك بوي شف شد هذا ما يجيش اما خير لك اما خير لك اللي تقول فيه هذه السيده العظيمه وتغني كالصوت محليه وكلمات محليه محفظتهم والا في عبده تشتحلك وتعطي في معلومات غلط استغفر الله الله يا خلينا شايف اطلب اسمها جيب زوز كيلو بقلاوه المستوى ما غادي هزيل جدا ما كيفش عليك جبت في عبده سكسيوز مي نعيمه هي تشتحل روحها هذيك الفن نتاعها والله محليه في عبده تعطي تعطي اه في عبده نتاعنا في ما نسردي سخينه على في عبده ليه عاد في عبده ليه نحكي لك اول عبده نتاعنا نحترموا الراقصين وهي مهنه محترمه وفما عباد تاكل منها في الخبز وهو فن حتى حد لا شو تشكل من الحكايه هذه سؤنيه زي ليه احنا مع الفن ونحبوا الفن ونحبوا الرقص هاي الفنانه كلها احنا على فيفي عبده التي حطت ولا واحد ولا مية ولا تحت بين مية ولا الدنيا دي ولا مليون يلا سيد المخرج متبطشة بالغالط ليه في بالكم حكاية نحكي لكم تسمعوني شوية ايه نسمع ريت الغنيين الكل غالط هذه هي الغنية صحيحة ولا عاودنا لدخلة مقبلك لا سيبوا مش نجوش نعاود اكاوتو خلينا تنتبطوا المنطقة والله حتى المستمعين طلعوها في تعليقات غلطين صفر من نقاط الناس كل مازالش عندنا غنية شباب نكملوها يلا اخر غنية يلا هاي توا توا شي في جورج وسوف مي جورج وسوف جورج وسوف زيد شوي تليفونك غلط نظرا للتدقيق اللي صار توا ورجوعنا للفار تبين والله الا عندكم انه السيد رفع المجدي خلينا نكمل الفكره ما سمعتونيش من بكري يا نعنوع يا غالي تعرفي نحبكم مش خبي عليك انه السيد رفع قاعد يستعمل في ليزابليكاسيون اللي طلعوا في الغناء بالتليفون وبال لا 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 عندي حق الرد المنقله نتاعو عندي حق الرد الغناء هذا بعثها لي ثريا صحيح ثريا اوديتريس لا لا اللي قبله لا ثريا قالت لي من الاول جورج غلطه وتوا نجوى كرم خيروني فقط ولذو جميع النقاط الكل باش تمشي لفريق نعنوع اللي هي ريحه برافو نعيمة برافو كوش يحيى العرب يحيى العرب شكرا وغنيوا لي توا كورال يا سيدي تفضلوا اي غني احنا معاك 2 3 توب
أنا مقدر أكبر على حالي وأقول لك يا ابن العم أنت حلالي، مقدر أكن لك جسد من غير روح. عميقة. روحي روحي معلقة بولفي الغالي. غالي. خيروني ابن العم، خيروني ابن الخال، قلت لهم يا هالي أنا براسي موال. ابن عمي وما يهنالي، ابن خالي وما هو في بالي. حلوه برشا، برافو برافو. كوتش مين المشاعر هذوما كلهم؟ ريقت شويه فاروق اليوم. مين تخرج فيهم المشاعر؟ شفت ما شاء الله المشاعر. كيفاش حافظهم شايف؟ انت كنت تمشي الحفلات برشا ولا شنو تعمل؟ انا كنت نعيش في الحفلات. ظهر لي انت منظم الحفلات شايف من والله كنت نحب برشا الحفلات هذه خاصة. ايش بيك شايف تسطرت معناها ونحكي نورمال؟ اي نحكي نورمال على اوكي. كنت بالحق كنت كل يوم نمشي خاصة حافظها بالكل. ومن بعدها تعرف على البقلاوة خاصة الكتشويت. مع هو في الكتشويت تعرف على البقلاوة. سامحني نعنوع باش نخص عليك، أول سهرية كيتش في تونس أنا كنت حاضر فيها. ظهر شايف العقرة والله ما يعنيك. سيتي اون 2020 زيدة بالدار. برافو شيخ. مش تحكي معنا على اللي يحكي على التيم يا جماعة. وناس تحب الغناء، ناس تحب الغناء وناس تحب الرقص، وناس اللي مش مشبعة بهذايا هي ديجا ناس إيكيليبغي، هما ناس متزنين نفسانيا. راهو العكسك اللي يبدا يلبس حطبة هكا راهو كيلكو بار عنده مشكلة. يعني أنا زعما ثقافوت ويسمع كاين غناء معينة باحترام للأذواق الكل. ما يعني زعما هكا شوية. لا لا كل شيء كل شيء لازم نسمعوا كل شيء. شايف قبل ما نخرجوا فاصل باش نمشيو معاك. قبل ما نخرجوا فاصل نمشيو الفطور مع جعفور. ايوان قبل انا دوبت في الباك بالكيتشا. لا لا نحكيو تو سيريوس. ما خديتش العزف تاع الاغاني هذوما. اوكي ضيعوك. لا بالعكس انا عملت الريفيزيون بالاغاني هذوما. كان عندي صاحبي تو قدم له تحيه يعيش في اليوم. هذا عامل دوبلت ولا اللي عاودته؟ لا نقعد والله نحكي معك سنسيرمون. والله ما فهمتش. اي تحت كنترول ودوبلت عاودت الباك عاودت تحت كنترول. جينا نحكي وانا وصاحبي قلت قال لي بلي ما تحطش تحط النشر الراديو ما نحبش نقدس. قلت انا وانا باك سيونس ما نغني كان نجم نحفظ ونخدم كان بالموزيك. كان بنجوى كرم قسما بالله يا الموزيك تشرقع في البيت يا تقول احنا مش نحضروا قاعدين تقول عاملين شويه. كان ناحيه الموزيكا كثيتو من المره الاولى ونجحت الحمد لله. وبعد عملت الماستير وقريت وكملت. مش وقريت شيء ماستير سيونس وبعد عملت ماركتينغ وبعد قريت في سيدريف. ملي شايف ما باركور حلو قاري درجين وبعض القراي هذي الكل والله عم مستير ربي راهو فن الماكله راهو شبيه. واش خاصك تعرف تدز بركه تنقفل وحدنا والله العظيم. شايف فاصل شو معك ديريكت في فطور مع جعفور. يلا اخر الاخبار والتطورات وكيف العاده.